In the previous lecture, we discussed about the organization level of the biological system. And here we have the organization level starting from the lowest level into the highest one. في المحاضرة السابقة تناقشنا عن المستويات النظام البيولوجي وخلال هذا الشارت ممكن أن نلاحظ مستويات البيولوجيكال سيستم من أدنى مستوى إلى المستوى الأعلى، حيث أنه البيولوجيكال سيستم يبدأ من الأتم اللي هي الذرات، مجموعة group of atoms unite together to form a molecule، مجموعة من الذرات تتحد مع بعضها تؤدي إلى تكوين الجزيئة، and group of molecules when collect or combine together they form organelles. لما مجموعة من الجزيئات ترتبط مع بعضها فتؤدي إلى تكوين الأورجانلز. الأورجانلز هي it is a collection of molecules that perform certain cellular function. فالأورجانلز هي مجموعة من الجزيئات اللي تؤدي إلى وظيفة معينة. And then collection of organelles حيؤدي إلى تكوين cells. هي مجموعة من الأورجانلز حتؤدي إلى تكوين الخلايا. Then the cells, a group of cells unite together or collect together along with fibers, along with the ground substance and form tissues. مجموعة من الخلايا مع الألياف مع المادة الأساسية للنسيج فتؤدي إلى تكوين الأنسجة, the tissues. And then the other level, which is called organs, المستوى الآخر اللي هو الأعضاء, والأعضاء تتألف من مجموعة من الأنسجة. So the organs are collection of tissues. And then a group of organs collect together and all together they form systems. مجموعة من الأورغانز أيضا تتحد مع بعضها فتؤدي إلى تكوين الأجهزة, أجهزة الجسم المختلفة. And finally when the group of systems unite together they form what is called organisms. لما مجموعة من الأجهزة ترتبط مع بعضها and work cooperatively along with each other, تعمل مع بعضها بشكل متناسق فحتؤدي إلى تكوين الأورغانزمز. أيضا إذا كان عندنا هناك مجموعة من الأورغانيسمز اللي هي تكون من نفس الفصيلة من نفس الجنس فهذا يسمونه بالpopulation. أما الكوميونيتي فإنه يتألف من group of populations and it means that it is a group of different organisms. يعني معنات الكوميونيتي يتألف من مجموعة مختلفة من الكائنات الحية. المجموعة المتشابهة من الكائنات الحية نطلق عليها population, والمجموعة المختلفة من الكائنات الحية نطلق عليها بالcommunity. And then the community along with the biosphere, along with the surrounding environment, هذا المجتمع مع البيئة الخارجية حيؤدي إلى تكوين الإيكوسيستم.